السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقوبات صعبة أو بصراحة من دكتور طارق شوقي أو من وزارة التربية والتعليم على الطلاب الذين لا يرتدون الكمام. التعليم بتوضح العقوبات المقررة على الطلاب إيه؟ إيه اللي حصل؟ وزارة التربية والتعليم يا جماعة أرسلت خطاب إلى كل المدريات بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة ولادنا. ودي مش عيب، بس شوف بقى اللي جاي. الوزارة أوضحت إن وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات خاصة أزمة فيروس كورونا المستجد، ألزم جميع العاملين والمترددين على الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والخاصة كلها، أول كان بقى منشآت حكومية أو خاصة وبنوك وأي مكان فيه وسائل نقل جماعية سواء عامة أو خاصة، بارتداء الكمامات الواقية وذلك لحين صدور إشعار آخر، ومن يخالف ذلك يتم توقيع غرامة لا تتجاوز 4000 جنيه. والوزارة شددت ضرورة التزام جميع العاملين بجميع المديريات والإدارات التعليمية ومنها المدارس بقرار ارتداء الكمامة والتنبيه على الطلاب الأكثر من 12 عام بارتداء الكمامة. الوزارة كمان نبهت أن في حالة عدم الالتزام يتم توجيه إنذار أول، وإن تكرر عدم الالتزام يوجيه يبقى في إنذار تاني، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب دخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة. عشان كده الوزارة بتوجه نصيحة لأولياء الأمور من هم أقل من 12 عام بارتداء الكمامة وارتداء واقي الوجه حفاظا على صحتهم وسلامتهم. فيا ترى هتدفع ال 4000 جنيه ولا هترتدي الكمامة؟ طبعا هنرتدي كلنا الكمامة وحفاظا على صحة أولادنا. وكده بنقول لكل أب لكل أم خلي بالك من أولادك، والوزارة هتشيل إيدها من الموضوع ده بالغرامات، وهتبقى غرامات صارمة لكل من يخالف. هنا العقوبات المقرعة الطلاب الذين لا يرتدون ايه الكمام. ربنا بس يستر كده على اولادنا ويجعلها خير، سنة خير كده يا رب. وقول يا رب حدش عارف يا ترى الخير فين، ويا ترى اولادنا الايام اللي جاية ايه اللي هيحصل لهم. فاول باول كده يا جماعة بالله عليكم خلي بالكم من ولادكم. فده كان 4000 جنيه غرامة على الطالب حال عدم ارتداء الكمامة داخل المدرسة، وده كمان في جريدة الوطن وجريدة اهل مصر. فربنا يكتب لأولادنا الخير والسلامة إن شاء الله. ياريت ننشر فيديو حتى تعم الفائدة وكله يستفاد. وخلي بالكم ال 4000 جنيه مش موجودين دلوقتي عشان ندفعه، يبقى الأحسن نرتدي الكمامة وفي نفس الوقت نحافظ على صحة أولادنا. كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال الأندلس، في أمان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.